عبد. كيفك يا صاحبي؟ كيفك اللي كنتي حبيبتي وفجأة صرتي حبيبته؟ تامر، المكان غير مناسب للعتاب. عتاب؟ لهالدرجة الموضوع بسيط بالنسبة إلك؟ أنا جاي عاتبك لأنك غدرت فيي يا عابد؟ لا، الموضوع أكبر من هيك بكتير. بعدين يعني لازم يعرف المطعم والشباب مين هالزبون الأكابر يلي عميل في عليه. لحظة، لسه ما كملت حكي. انت عملت عمل بطولي ما؟ طبعا خيانة والغدر بهالايام عمل بطولي، ما هيك يا نوال؟ طيب نوريني، نورني، قلي انه حبيبتك ما بدها ياني بدها اياك. وانتي ضاقت الدنيا عليكي؟ ما لقيتي غير صاحبي عابد؟ قلي لي، كنت تركن لبعض. بس الضرب على الظهر بيوجع يا عابد ما؟ أنا آسف. خلاص هذا هو، ما رح أعمل شي تاني. هيك بيكون وصلني حقي تمام. هي رح تدفع ثمنها غالي يا تامر. ما دفعت وخلصت. لسه ما دفعت شي. إيدك وما تعطي، أنتي ولا بضاي تبعك. لا توخذنا معلم. ربيع، شو عم تعمل هون؟ أنا شو عم بعمل هون؟ ما هذا مطعمي. معقول؟ هذا اللي طلع معك؟ اللي خليت الانتقام لرب الانتقام. هذا انتقام هاد؟ هذا قلع الانتقام، هذا قمة الانتقام بنظرك. أنا بعرفك كيف تفكر. كنت حضران من أولها؟ لا، جيت كانت المناظر مبلشة. انشفى غليلك ما؟ ما كنت طمعان أكتر من هيك. تراهن إنه خسروا بعضه؟ ما شفتها كيف انتترت وتركته بعد ما لحشت الخاتم بوشه؟ شفتها قديش طلع جبان؟ هلا هو بجوز ما يكون جبان، بس الواحد وقت بيكون الغلط راكبه وبيتربط طلع عليه لهلا ما رفع راسه. يا سيدي هو بيعرف انه اذا رد عليك رح تاكله بلا مرح. ايه سيدي، انت اكيد لسه ما تغديت بقى، شو رايك؟ لا امي اليوم عملت لي اكل خصوصي ولازم اروح على البيت. بتاكلها بكره؟ التازه اطيب من البيت. طيب شو رايك بكره تجي انت والشله عازمكم هون عندي بالمطعم على العشاء؟ عازم الشلة كلها؟ أقل منها، حلوان المطعم. إيه؟ ليش لا؟ يلا بخاطرك. أيوة، يا أهلاً. هيك بيكون وصلني حقي تمام. يا ماما شوفي فهميني. الله يخليكي ماما، تركيني شوي لحالي هلا بنزل. طيب مثل ما بدك. Thank you.
آسف. أنا آسف. بس هيك بيكون وصلني حقي تمام. هيك بيكون وصلني حقي تمام. هي رح تدفع ثمنها غالي يا دامر. ما دفعت وخلصت. لسه ما دفعت شي. ايدك وما تعطي انتي وهالقبضاي تبعك. حسام طارق، خلصوا الشغل بين ايديكم فيكم تروحوا على البيت. يلا يعطيكم العافية اليوم. الله يعافيك يا رب. اهلا وسهلا، تفضلوا. احنا بس عم ناخذ فكره. اهلا وسهلا، المحل محلكم، تفضلي مدام. الله يسكر المحل. فكرة معينة. الله معك. هو طال السهر يا لي وكترة مواويلي وقال الوتر يا ويل من شردو تفيدوني. طالما في مجيد في غيره وغيره وغيره لازم لأي غيركم ما يكونوا مشبوهين. بس بالأول لازم طبخة أبو دياب تستوي ونكسب منها، بعدين بتفرجوني عرض أكتافكم. حدا بيتصل بهيك وقت؟ أنا اللي بتصل بهالوقت. وليش بقى؟ الآن قلت يعني هيك بلكي بسمع صوتك وبقدر نام. بتصدق إنه أنا كمان قلقانة؟
صار لي ساعة عم حوس بالبيت وما عم بقدر نام. خير خير إن شاء الله. مو أهلك جايين لعنا بكرة؟ إيه بس المفروض هذا يسعدك مو يقلك يعني. مو أنا قلقانة من السعد؟ صح برافو عليك. عرفت مين بكرة حيجي؟ قلت لي خالتك التنتين وعمك. وجوز خالتي ومرت عمي وبنت حماها وجي. يعني كم واحد؟ يا ست ثمانية والعريس اللي هو حضرتي مصير تسعة. تسعة؟ بدك اختصر لك منهم باختصر ما عندي مشكلة يعني. لا لا بس منيح اللي قلت لي لحتى عامل حسابي. وانا عم دقلك لقلك. يعني مو مشان تسمع صوتي. ليش وقت بدقلك يعني ما بتسمعيني صوتك؟ هلا المهم بعد ما سمعت صوتي وقلت لي اللي بدك اياه شو؟ مشتاقلك مشتاقلك جدا. ما بعرف كيف رح يمضى الوقت لحتى اشوفك. نام بيمضى الوقت. تصبح على خير. وانت نايم تصبح على خير. يا سناء يا حبيبتي الزلمة دعيك على الغداء. بتتغدوا سوا بمكان عام وبترجعي على البيت وما في لزوم انه يوصلك. وشو مناسبة دعوته إلي على الغداء؟ في موضوع خاص بده يفتحه معك. برهان أنا زوجتك برهان. لا بعرف بعرف الزلمة ما رح ياكلك إذا مشان ريحته. مو ضروري تقعدي جنبه ودي مواجهه. أنا ما عم صدق ما عم صدق. قولي علينا شو بتكبروا الموضوع لك مجرد حديث. وبصراحة حتى ما تتفاجئي أبو دياب بيحبك. إيه وشو فيها؟ ممكن العالم كلهم يحبونا بس المهم نحن منحب مين؟ أبو دياب واشش خديه على قد عقلاته. وكيف يعني أخده على قد عقلاته؟ يعني إذا قال لك بحبي قلبي لو أنا كمان. يعني قل له بحبك يا برهان؟ لك مجرد كلام هي كلمة. أنت شو حتدفعي حقها؟ أنت قولي إيه وتاني يوم تلاقيني وقعت العقد معه ولا بقى يشوف وشك حتى ولو بيدفع تقلك دهب. على العموم أبو دياب هلأ مسافر بده 3 أيام لحتى يرجع. بس سافر وعم عدك سناء أنت ما بتعرفي شو معنات أني نزلوا شريك معي. بعرف. لك شو أنا وشو أنتي؟ أنا وأنتي واحد وحياتك لحط لك 1,000,000 ليرة بالبنك وتحت حساب. كأنك نهستي ما دقيقة بس لساوي أسناني وارجع لك.